سرطان عنق الرحم. عنق الرحم هو الجزء السفلي من الرحم. من أهم العوامل المسببة لسرطان عنق الرحم هو الإصابة بالفيروس الحليمي HPV، وهناك عوامل أخرى تساعد في الإصابة بهذا السرطان مثل التدخين، ضعف جهاز المناعة مثل حالات مرض الإيدز. الأعراض: عادة لا يسبب سرطان عنق الرحم في المرحلة الأولى أي أعراض في المرحلة ما قبل السرطانية، ولكن تبدأ الأعراض في الظهور مع تقدم مرحلة المرض، وتتمثل الأعراض في حدوث نزيف في الفترة بين الدورات الشهرية، نزيف بعد العلاقة الزوجية الحميمة أو التشطيف المهبلي، زيادة عدد أيام الدورة الشهرية وزيادة كمية دم فترة الدورة الشهرية، نزيف بعد سن انقطاع الدورة، زيادة الإفرازات المهبلية، ألم في منطقة الحوض، ألم أثناء العلاقة الزوجية الحميمة. الوقاية خير من العلاج. وهناك ثلاثة أمور رئيسية للمنع حدوث سرطان عنق الرحم. الأولية وهي عن طريق منع الإصابة بالفيروس المسبب وهو الهيومن بابيلوما فيروس. أولاً، من أهم الأسباب التي تمنع حدوث سرطان عنق الرحم هو تجنب الإصابة بالفيروس الحليمي، سواء بأخذ الحيطة والحذر أو أخذ اللقاح ضد الفيروس الحليمي HPV إذا تطلب الأمر ذلك. ثانوية، عن طريق الكشف المبكر وعلاج الخلايا الما قبل سرطانية. ثانياً، عمل الفحص الدوري لعنق الرحم والتي يطلق عليها مسحة عنق الرحم، وذلك من أجل الكشف عن التغييرات الغير طبيعية للخلايا ويطلق عليها الديسبليزيا. علاج الخلايا في المرحلة ما قبل السرطانية سهل، ويمكن التخلص منها كلياً عن طريق الليزر أو الكي البارد أو عملية أخذ عينة مخروطية. ثالثاً، اكتشاف سرطان عنق الرحم في مرحلة مبكرة يزيد من نسبة الشفاء الكامل من هذا المرض بإذن الله. وأخيراً، عن طريق الوعي أن الأعراض المصاحبة والأولية لسرطان عنق الرحم. كنت بريت سيمول أنا وجارتنا، وتعرفت على برنامج جدة الكشف المبكر للسرطان عنق الرحم من خلال الحملات التوعية الموجودة هناك. وكانت جارتنا متخوفة من التسجيل، لكن شجعتها أنها تعمله، واكتشفت بالفحص أنه كان سهل وسريع وغير مؤلم، وما أخذ منها وقت. طلعت نتيجة الفحص أنه عندها تغيرات في خلايا عنق الرحم، وطمنتها الطبيبة وبس نصحتها أنها تعمل منظار لعنق الرحم، والحمد لله كانت النتيجة سليمة. يبدأ العلاج من سرطان عنق الرحم بتحديد مرحلة المرض وعمل الفحوصات اللازمة، ويمكن علاج السرطان بالاستئصال الجذري في المرحلة المبكرة أو إعطاء العلاج الإشعاعي مع أخذ جرعة بسيطة من العلاج الكيماوي في المراحل المتقدمة، ويكون ذلك على أيدي أطباء متخصصين في مجال الأورام النسائية. لمزيد من المعلومات